ولا يبقى من نسل على الدنيا احد وجعل الكفو عمره على الدنيا يطول يموت ما دور نطش ولا نعطش لا نعرف الجوع اشرح على بعض العقوق من هو يزعزع يا رجال احنا اللحن واقف على الكلمات كذا كذا عرفت لا تبى تمشي مشها الله الله الواحد يلعب على اللي في داخله بدون صوت شلون يعني؟ على واحد الشيء اللي في خاطره يلا صدقني كلنا بنلعب على الشيء اللي في راسه لا ما تدري يلا أعطى كتاب لعبة الصامت عرفت؟ حداك تعرف إلا هذه يا حادوني حادوني لا ما تجي على النغمة لا يمكن هو يتكلم عن نفسه يا آمنا يا آمنا يا آمنا حصلك خيارين باقي لك خيار واحد وش رايك بذا الحد؟ حقت عايضة قرني مني حاجة صح وقول والله برجع لك شفت النذي على طول برجعها لك في داخلك طيب دقيقة هو ما اخذها من ابو خالد احنا ندري زين دقيقة وجيت قلت له تراي انا استاذنت ابو خالد فيها يا عبد الغالي مني كذا لا عطني اياها وبعطيك اياها لا 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 يا لا 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 يا لا 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 حقت عبد العزيز شو اسمها؟ حقت خالد قلطها لك ابو خالد؟ يا لا والله قلطها لك طيب انا انا قلطها لك؟ ابي ادخل يطلع من البرنامج لا ما يصير روح لا 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 واقسم يمينا حط ما نعرفك في صاحبي ما نعرفك والله ان حب امنا ما قلب واد وصبي لا 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 الامام جاري الفرق بين الملعقه والكري اكسكيوز مي في شاعرين الظاهر في شاعر يقول قصيد اسلوب ادب والله ما بيعطيك بلاش تو زين سبحه هذه لا ياخذها سبحه من هي سبحه حق والله انه ما بحق